حق بنتي، بنتي قتلها قتل مقتولة، مظلومة بنتي، مظلومة بنتي. جدي يمي جبناها يمنا أبوها ذاك اليوم الثنين يمنا هي وكل شي ما بيها هي وأطفالها، وتعللت يمنا وتعشت يمنا وراحت مثل كل مرة 10:30 قالت يما ودوني، وديناها كل شي ما بيها، لا مريضة لا شكت من شي لا ضايجة، كل شي ما عندها. هو اللي قتلها ويدعي يقول انتحرت. وهذا أناشد تطلعون حق بنتي، أناشد رئيس الوزراء، أناشد السيد مقتدى، أناشد فائق زيدان رئيس المجلس الأعلى، أناشد كل شريف يطلع حق بنتي، خلي يعتبروها بنتهم. اتصل المتهم اللي هو زوجها، أبلغنا فردا فردا، متصل علينا بأنه أختي انتحرت، بتكم انتحرت، أختك انتحرت، ويسد التليفون، أختك انتحرت ويسد التليفون بهاي الطريقة. احنا ما أنا ما كنت متواجد، والدي ووالدتي ذهبوا إلى منزلهم منعوهم من الدخول، في حين أهله كانوا داخل المنزل. الحادثة كانت بمسدسة الحكومي، للمسدسة الحكومي، وأختي ما تعرف تستخدم السلاح، ومرأة ضعيفة طبيعية حالها حال النساء، وهذا هذا الشأن يعرفوه أهل الاختصاص. بلغنا من قبل زوجها بأن قال بنتكم انتحرت، وصلنا لموقع الجريمة لقينا سيارات شرطة ولقينا مدنيين بكثرة داخل البيت، وأخوانه وأبوه والعائلة عائلتهم كلها موجودة بالبيت، منعونا من الدخول. بعدين بعد فترة بعد ما ترتبت الأمور اجى واحد قال من أبوها، قلت له أنا، دخلت لقيتهم يسحلون بيها سحل وما ساتريها، وزوجها واقف وماكو غطاء عليها. زوجها كان بالداخل، يعني هذا هو يشتغل بأحد الأجهزة الأمنية وعنده خبرة جدا بقضايا التحقيق وبقضايا الأدلة الجنائية، يعني متأكد أني غير الأدلة كلها قبل ما تجي الأجهزة الأمنية وهيئ الأمور وبعدين يلا بلغ.